هذا موجز الأخبار من قناة 22، أهلا بكم. وري اليوم الثرى بقرية توجة بولاية بجاية جثث 16 ضحية من ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت الأحد الماضي والتي خلفت أكثر من 40 قتيلا. مراسم دفن الضحايا تمت في جو مهيب بحضور أهالي الضحايا وسكان المنطقة. قناة 22 تتقدم لعائلات الضحايا بالتعازي. إنا لله وإنا إليه راجعون. تحت عنوان فرانس 24 القناة الحثالة، هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قناة فرانس 24 التي تمولها الحكومة الفرنسية، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أنه في الوقت الذي تحترق فيه معظم مناطق حوض المتوسط التي تفترسها ألسنة النيران بشكل غير مسبوق، مخلفة خسائر بشرية في كل من اليونان وإيطاليا إسبانيا والجزائر، لم تجد قناة فرانس 24 المبتذلة والمشينة سوى استهداف الجزائر كعادتها ودون أدنى احترام لأرواح الضحايا، وكأن الحرائق لم تطل سوى الجزائر دون غيرها، مع أن العديد من دول حوض المتوسط تحترق بسبب درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية. وقالت على السادة العاملين بقناة فرانس 24 الحثالة التي لا تتلقى الأوامر بخصوص الجزائر من أحد المقربين من قصر الإليزي المعروف بصلته الأكيدة مع منظمة الماك الإرهابية أن يتحلوا ولو بالقليل من الموضوعية في هذه الأوقات العصيبة والأليمة. وكانت قناة فرانس 24 قد تناولت الحرائق في الجزائر في أخبارها، مما أثار كما يبدو بوضوح حفيظة السلطات الجزائرية التي عبرت عن غضبها عبر وكالة الأنباء الرسمية للبلاد. وصفت افتتاحية يومية الخبر المقربة من مصادر صناعة القرار في الجزائر لعدد أمس الخميس العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعاصمة التخلاط، واتهمت الخبر مسؤولين من الإمارات بتزويد المملكة المغربية بأنظمة تجسس على الجزائر. وقالت جريدة الخبر أن الإمارات قامت بابتزاز تونس بأموال لقطع العلاقات مع الجزائر بعدما استفادت تونس من $1 مليار من الاتحاد الأوروبي و500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قرار قمة إيطاليا لمجابهة ظاهرة الهجرة باستحداث صندوق للمانحين شاركت فيه الإمارات لصالح تونس وليبيا. وكشفت الخبر أن الإمارات تمارس ضغوطات على الجمهورية الإسلامية الموريتانية لقبول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ويذكر أنه بتاريخ 21 جوان المنصرم نفى الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن طرد السفير الإماراتي من الجزائر، كما أعرب الناطق الرسمي عن متانة وصلابة العلاقة الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين مع الحرص المشترك لارتقاء بها إلى أعلى المراتب تنفيذا للإدارة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين عبد المجيد تبون والشيخ محمد بن زايد آل نهيان. تمكنت الجمعة وحدات الحماية المدنية من انتشال جثث 6 غرقى عبر شواطئ 4 ولايات. وأفاد بيان للحماية المدنية الجمعة أنها تمكنت من انتشال غارقين بولاية سكيكدا. وأشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن الضحيتين تتراوح أعمارهما بين 21 إلى 23 سنة. كما انتشلت وحدات الحماية المدنية غارقين بولاية بجاية بشاطئ سيفت المرسى. كما أوضح البيان أيضا أنه تم انتشال غارقين 2 في كل من ولايتي جيجل والطارف، حيث تمكنت الحماية المدنية. كما أوضح البيان أنه تم انتشال غارقين 2 في كل من ولايتي جيجل والطارف، كما تمكنت من انتشال جثة غريق بشاطئ ممنوع فيه السباحة ببلدية بالريحان دائرة الطارف، الضحية عمره 15 سنة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور نتج عن انحراف حافلة لنقل المسافرين بولاية عامة. وأفاد بيان للحماية المدنية الجمعة أن إسعافاته تدخلت في الساعة 4:16 من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بلدية عين الصفراء. الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بشار أشلف. خلف الحادث 5 وفيات و17 جريحا. نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الجمعة من موجة حر تتعدى 46 درجة عبر عدة ولايات. وأفادت النشرية التي جاءت على المستوى الثاني أن موجة الحر ستستمر بدرجات عالية عبر ولايتي برج بجي مختار، أدرار، تيميمون، عين صالح، بني عباس، ورجلة، وستتراوح الحرارة فيما بين 48 إلى 49 درجة مئوية. كما أفادت النشرية أن ولايات المسيلة والجلفة وباتنا وخنشلة وتبسة ستعرف موجة حر تتعدى 46 درجة مئوية. أعربت قرابة 800 من كبار شخصيات بلدان العالم العربي والإسلامي عن تضامنها مع رئيس مجلس النواب التونسي المنحل راشد الغنوشي بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقاله. وطلبت الشخصيات في عريضة وقعتها بإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين في تونس دون قيد أو شرط. ودعا المواقعون على العريضة الذين ينتمون إلى 60 دولة إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم والكف عن سياسات التنكيل. وقال المواقعون وهم من السياسيين والناشطين والبرلمانيين والأكاديميين إن تونس التي كانت إلى وقت قريب مصدر إلهام لشعوب المنطقة تشهد في السنتين الأخيرتين ردة خطيرة نحو الدكتاتورية، وكذلك بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الانقلابية الذي استأثر بكل السلطات وصادر الحريات وفكك المؤسسات. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الجمعة انقلابا أطاح الرئيس النيجيري المنتخب خطيرا على منطقة الساحل في وقت تسعى دول غربية كبرى للمحافظة على حليف الرئيسي في المنطقة التي تشهد أعمال تمرد. وصرح ماكرون قائلا أن هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية على النيجيريين والنيجر والمنطقة بأسرها، داعيا في نفس الوقت للإفراج عن الرئيس محمد بازوم. ويحتجز عسكريون انقلابيون من حرس بازوم الخاص رئيس النيجر منذ مساء الأربعاء. وتنظر شريحة كبيرة من المجتمع الدولي إلى حكومة النيجر أنها حصن بوجه التمرد الإسلامي في منطقة شاسعة وقاحلة تعاني من تهديدات أمنية. ويذكر أن قوات فرنسية ودولية أرغمت في السنوات القليلة الماضية على الانسحاب من مالي المجاورة، غير أن باريس لا تزال تنشر 1500 جندي في النيجر، وقد تعرض إطاحة بازوم مستقبل ذلك الانتشار للخطر.